البرلمان هو الضمان الوحيد لبقاء الديمقراطية. لا يمكن الاتجاه إلى حل البرلمان، لأن البرلمان عندما يحل حتى مع تقصيره، حتى مع فشله، حتى مع إخفاقاته، هو ضمانة حقيقية لبقاء الديمقراطية. إذا حل البرلمان اتجه إلى الدكتاتورية قطعا ويقينا، سواء كانت دكتاتورية سلطة عسكرية أو دكتاتورية سلطة فردية مدنية أو دكتاتورية سلطة قضائية، أو لا حتى أكبر من ذلك، الاتجاه إلى فردنة وشخصنة الدولة بشخص واحد. أقول الاتجاه بالمقاطعة ليس حلا للمشكلة بل تعميقا للأزمة. عندما تأتي القوى السياسية في قبة البرلمان، القبة الشرعية لتداول بكل الأفكار ما دامت منسجمة مع الدستور وتخضع لطبيعة القوانين النافذة، أعتقد أنه هو هذا الحل الأمثل. أما المقاطعة فهو هروب من المشكلة، الهروب من المشكلة يعمق الأزمة ويعمق المشكلة أكثر.